قال إن سؤال بيش مي آياد. إذن يأتي هذا السؤال، كل فقهائنا في حوزاتنا العلمية حتى مجددون ومصلحون دا ينطلقون من الرؤية الأولى أم الرؤية الثانية؟ أي منهم؟ طبعا في كل المنظومة الاجتماعية، ها، مو فقط في مسألة الأسرة. يقول إن سؤال فيه نقاها فقيهان ما بخانواده الزاوية كدام يك أزند طرز تفكر بودأس، من أي زاوية ينطلقون لتنظيم الحياة ماذا الأسرية، وبا كدام يك أزن مفروضات بسراغ كتاب وسنة رفتان. إذن مع أي أصل موضوعي ذهبوا إلى فهم النص القرآني؟ إذا ذهبوا بالاتجاه بالنظرية الأولى سيفهمون النص القرآني بنحو، أما إذا ذهبوا إلى النص القرآني بالاتجاه الثاني والنظرية الثانية سيفهمون النص القرآني ماذا؟ ها؟ بشكل آخر. يعني الرجال قوامون على النساء، هذه يفهمها صاحب النظرية الأولى كما يفهمها صاحب النظرية الثانية أو بقراءتين، وبسراغ استنباط واجتهاد رفتان. سؤال، هذا السؤال جواب، الجواب يقول النتائج تشخص بأي أصل موضوعي تحركوا. واضح؟ يعني من قبيل الدليل الإني. خب في النتيجة هم لم يبحثوا هذه القضية، في النتيجة يقول آثارهم تدل عليهم، آثار أرنها نشان ميدهد كونها قائل بيق نظام طبيعي برايا خانواده بودان، لازم نيس راه دور برذيم، ما يحتاج من أن تروح اقرأ آثار الشيخ المطهري سترى هذا المعنى، مع أنه مصلح أو ليس مصلح. نعم مصلح ومجدد، ولكنه ينطلق من هذه الرؤية، در آثار برخي متفكران متأخر نيز هم تصويري أزرى بطميان الزن ومرد إراء شده كمورد النظر قدما بودأس. وكأنه المطهري ده يحكي له شيخ الطوسي ياهو منه انتهت القضية، انتهت القضية. هسه في 5000 مسألة 5 مسائل مختلفة، وهذا ما يأثر على المعادلة. الأصول والخطوط والبناء ما هو؟ بناء واحد. ها؟ مثلا أمهات أنش مرحوم مطهري در كتاب نظام حقوق زن در إسلام آورده وأن نظام طبيعي كإيشون تصوير كرده أس، تقريبا با تصويري كجزشتقان داشتان يك سانس واحد مولانا من حيث. ولهذا احنا مرارا وتكرارا قلنا تجدهم في الاصول، في علم الاصول يصعدون ينزلون يناقشون 20 سنة 30 سنة 50 سنة مولانا الدورة الاصولية، ولكن تأتي للرسالة العملية مالته ها تجد فرقا او لا تجد فرقا؟ يعني شنو يعني شنو؟ مو ما اريد اقول لا، هذا نوع من الاجتهاد، ولكنه اجتهاد في فهم ما قاله السلف، مو اجتهاد تجديدي. يعني احسنتم، يعني هذا في اما في الفقهيه، في الفقه يقول بين هذه الاصول لابد ماذا، وانا هذا بشكل واضح وصريح يمكن نقلته في ابحاث سابقه عن السيد محمد باقر الصدر، يقول هناك مجموعه من الاصول ومجموعة من الخطوط الحمر، هذه لا يمكن ماذا ما أسسه لنا السلف الصالح لابد يكون محفوظا، وهذا هو الذي يعبر عنه لو التفتوا جيدا اللي طرحناه يمكن في قبل 2 3 5 ما أتذكر، اللي يعبر عنه لو التزمنا به للزم تأسيس فقه جديد. هذا متى يلزم تأسيس فقه جديد؟ أنت إذا حاولت أن هذه الأصول والمباني والخطوط الحمر شو تسوي له؟ واحدة من هذه النظر، وهو أن علاقة أو تنظيم الأسرة
هل هو طبيعي تكويني قائم على أسس تكوينية؟ إذا بنيت على هذا والله لو تبحث 1000 سنة تجتهد أنت لا تخرج إلا عما قاله ماذا؟ إلا ما قاله السلف الصالح. هسه الآن النتيجة ما هي؟ دققوا فيما أقول. النتيجة ما هي؟ وهي أنه أنت تجيب هذا النموذج، هذه الأطروحة اللي هي قائمة، اللي هي في واقعها تاريخي، فعندما تأتي بها إلى مجتمع ثقافته مختلفة، بيئته مختلفة، ظروفه النفسية مختلفة، علاقاته مختلفة، أهدافه في الحياة ماذا؟ مختلفة، وتقدم لها تقدم له تقول أذا تريد تشكل أسرة هذه أطروحة تشكيل الأسرة، تنسجم مع الواقع التاريخي الجديد أو لا تنسجم؟ فالنتيجة ماذا تكون؟ فالنتيجة ماذا؟ الجواب فالنتيجة إما تتهم الناس بأنهم مو متدينين كما نفعل إحنا الآن. الحوزة ماذا تقول للناس عندما لا يعملون بالرسالة العملية؟ بل تمرد ونار جهنم خلص. هو واقف نار قسيم الجنة والنار، واقف هذا جنة هذا نار، هذا جنة هذا نار، اللي يتبع جنة واللي يخالفه شنو؟ نار. هاي واحد. وإما التفتوا جيدة، وإما أن الناس يبتعدون شيئا عن الشيء ماذا؟ يقولون أن هذا الدين يصلح لنا أو لا يصلح، فبدل أنه أنت تأتي به وتجذبه بدل أن يكون للدين جاذبية يكون شنو؟ دافعية ودفع ونتنفر. وهذا هو الدليل ما أصر عليه وأدفع له ثمنا، أنه لا بد أن ننظر إلى كثير من القضايا أنها تاريخية لنقدم قراءة ماذا؟ قراءة جديدة.